مع اقتراب موعد التربص القادم للمنتخب الوطني تحسبا لمباراتي إثيوبيا ذهبا وإيابا برسم تصفية كأس أمم إفريقيا 2017 بالكابون، مباراتان ستكون حاسمتان في سباق بلوغ الكان وكذلك ذات أهمية كبيرة من حيث ترتيب الفيفا، فأي تعثر قد يجعل الخضر يتراجعون في التصنيف الشهري للفيفا، وبذلك قد يواجه أشبال المدرب كريستيان كوركوف خطر التدحرج إلى المستوى الثاني في قرعة كأس العالم 2018 مطلع جوان المقبل. مباراتي إثيوبيا ستكون مفتاحا لقضية أخرى هي مستقبل كوركوف مع المنتخب الوطني، وهو الذي يصرح منذ مدة وأينما ارتحل بأنه غير مرتاح للعمل في الجزائر لأسباب عدة أبرزها الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب المستوى المتدني للخوض مقارنة بما قدمه في مونديال البرازيل، وكذلك عدم اعتماده على اللاعب المحلي الذي يستدعى لتربصات روتينية فقط ثم يستبعد في المباريات الرسمية. كل هذه المشاكل جعلت من كوركوف يقضي معظم وقته بعيدا عن الجزائر ويأتي فقط عندما تقترب التربصات، وكذلك نهاية مسلسل معاينته للاعبين المحليين في البطولة الوطنية طالما أنه لا يعتمد عليهم ويفضل ما تنتجه مدارس بلده. مباراة إثيوبيا ستكون ذات أهمية كبيرة لضمان الأفناك لمكانتهم في الغابون قبل التفرغ للتصفية كأس العالم التي ستكون عسيرة، بالإضافة إلى فرصة تأكيد تألق بعض اللاعبين مع نواديهم أمثال رياض محرز وإسلام سليماني وقيادات الخضر إلى تحقيق الانتصار وضمان التأهل على أمل التألق في الغابون وتعويض إخفاق غينيا الاستوائية الأخير.